مرحبا، بهذه الإكسل شيت فينا نرسم خزان بقلب أوتوكاد ويز وان كليك. رح نشرح شوي كيف بنشتغل بهذه الإكسل شيت. أول شيء بندخل الدايمنشنز تبع الووتر تانك يلي هن اللينث والويدث والهايت، بندخلهم فيس تو فيس يعني كلير دايمنشن. نرجع هون بندخل كل شيء تكنسز عنا إياها يعني الوولز الفاونديشن والتوب سلاب. وبهيدي الاريا مندخل الرينفورسمنت تبع كل شيء element بقلب هيدا الخزان. يعني هون مندخل الرينفورسمنت مع السبيسينج فور شور. وبالنسبة لكل type of reinforcement في عنا letter هون، هيدا letter بدلينا بقلب هيدول التو sections اي reinforcement نحن عم ندخل. هون مندخل السكيل، هون مندخل الدايمنشن تبع البار، واكيد اذا في عنا فور اكزامبل يونيفورم سبيسينج فينا ندخله من هون. ومندخل هون الالوان تبع اللايرز يلي بدنا نستعملهم باوتوكاد. بعد ما ندخل كل شيء نفتح اوتوكاد، نفتح نيو سيشن، نرجع على الاكسل شيت وذ وان كليك بنروح على الاوتوكاد، بنلاقي انه هيدا الخزان عم ينرسم longitudinal section transversal section وplans للفاونديشن وللتوب سلاب.